بهدف تحفيزهم لمزيد من التفوق، أقام فرع طلائع البعث بطرطوس بالتعاون مع مديرية التربية احتفالية لتكريم رواد الطلائع الفائزين على مستوى القطر في مختلف الاختصاصات بالمركز الثقافي بحضور فعاليات رسمية وأهلية. هؤلاء الرواد الذين هم أملنا وأمل المستقبل، ونحن كمنظمة طلائع البعث هدفنا الأساسي أن نرعى هؤلاء الأطفال لكي نرتقي بمواهبهم لكي نصل بها إلى الغاية المرجوة. هي حالة تقدير للجهد الذي يبذله أبناؤنا، وأيضا تحفيزا لزملائهم ولهم على الاستمرار في حالة التفوق والإبداع، خصوصا في محافظة طرطوس، في تربية طرطوس التي في كل المناسبات لها نصيب كبير على مستوى القطر في حالة التفوق. فقرات فنية منوعة قدمها أطفال فرقة الفنون الشعبية في المحافظة. أنا رائدة على مستوى القطر بكتابة القصة، وأنا هذا الرواد كثير انبسطت فيه وبيعني لي كثير، وأنا بشكر البابا والماما والأساتذة. المصور الصغير وهالفوز كثير بيحفزني لقدام عشان أصير أكثر وأخذه ببلدي. أنا بحب الرسم وطلعت رائدة ونجحت، ويعني التكريم انه مشان نصير بالمستقبل احلى فنانه. رائد على مستوى القطر بالمجسمات الكرتونيه، يعني التكريم كثير انه بس اتطور في المستقبل وصير مهندس. انا رائده على مستوى القطر في مجال التصميم الاعلاني، يعني لي هذا الشيء كثير وبفخر بحالي ويعطيني حافز لحتى احاول اطور مهاراتي. هو تكريم لاطفال المستقبل لدعم مواهبهم وتقديم كوكبة من الأطفال المتميزين بمختلف الاختصاصات ليكونوا أمل سوريا ومستقبلها. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.